حبايبي صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم زينين. رجعنا ببلوج جديد. يس، دا اسوي ديلي فلوجينج لانه ليش لا، بكيفي. صباح الخير متابعين. صباح الخير. اليوم بدنا نسوي التشيك اوت مثل ما تشوفون، ومتجهين مدة 4 ساعات 5 ساعات الا 10 دقائق الى موناكو اللي هي الفاينل ديستنيشن مالتنا. راح نبقى بيها 3 ليالات. راح اخذكم وياي مثل ما اخذتكم وياي البارحه، وترقبوا لانه موناكو تجنن، وجدا متحمسه انه نوصل لها، وكل شيء راح اصور لكم كالعاده. سو ستي وذ مي. هذا المكان راح نقعد فيه. انا احب اطلع بفناتك. تحب تطلع بفناتك؟ انا اموت عليك حبيبي. شكرا. راح اطلعك ونص. شو كنت ما تريد؟ انا ونص؟ يعني اطلع مترين. هو انت نص. شوفوا المنيو مالت الكريب. واو، اكو واحدة من المتابعات جابت لنا هدايا. ماني فيك. واو، متابعة مالتنا بفرنسا جابت لنا هدايا، حاطة اسمنا هنا. سو نايس. ارت كريب، افضل مكان بليون للكريبات. جاي نفول السيارة. كويك بوز. لولو شونك؟ زين زين زين. زين زين زين. مال تعبان. كالعادة خلي ناخذ أكل لأنه بدينا شوي نجوع. So let's do that. شلون بنزين خانة؟ عندهم كل شيء طبعا. حبايبي، ثاني ستوب واخر ستوب قبل موناكو. جدا متحمسه. I cannot believe انه بعد بقالنا ساعه road trip، وهسه شوي راح نتمشى وهاي لانه رجلينا ميتات. ونراكم في موناكو. حبايبي، هذا الفندق مالتنا راح نبقى بيه. صدق الفيو اللي وراي، شنو قاعدة بالجنة وشنو وين. واو 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 واو. حبايبي، صار وقت انه ننزل جوا ونتعشى. كلش متحمسة على اول عشاء في موناكو. تعالوا وياي. تي شنو شنو، ادق لكم تعالوا وياي بدون ما اراويكم اللوك. اوكي، هذا اللوك مالتي من جوا لفوق. شنو رأيكم؟ علقوا لي على التعليقات. هذا توب جديد من ماركة IMG، كلش حبيته. So yes, let's go. من أحلى وأرطب قعدات قعدتها بحياتي، وعلى أحلى فيو شايفتها بحياتي. شوفوا الفيو، يعني ما مصدقة. واو، ما أحس، يعني أحس هاي صدق راح تكون سفرة عمر. Merci beaucoup.
حبيبي يا بولول بالعافية. قاعدة ملك شنو؟ ميرسي بوكو. هلا بيان بيتي تارت افيك لا بيكو ميكس شوكولا لا فينانسي كلاسيك فرونسي افيك لنوا ام بيتي تشيز ستيك بور كومبليت لا فوي. يعني بس حتى اراويكم كبر هذا كبر ايدي كاملة. حبايبي جبت الكاميرا وقعدتكم وياي برا على مود اشكركم من كل قلبي على كل شيء رجعت تسووه. من ساعة انا وامل ولوي قاعدين على العشاء ونحكي بكل شوية مواضيع. واحد من المواضيع اللي طرحناه هو شلون وصلنا للمكان اللي احنا واصلين لليوم، ومع المحتوى، مع مثلا الغناء، السوشيال ميديا. وهسه جاي يعني انا قاعده بهذا الفندق، قاعده بهذا المكان لمده 3 ايام، وجاي افكر شلون وصلنا لهيك مرحله. وذكرت انه يعني هو شنو هذا من سؤال، اكيد انتم السبب، انتم الاجوبه، انتم سر نجاحنا، انتم اللي ساعدتونا ووصلتونا بهذا المكان، انتم اللي جاي تعيشوننا حلمنا. فحبايبي بس حبيت اخذ هاي الدقيقة من وقتكم حتى اتشكركم من كل قلبي وعلى كل شيء اللي سويتوه. يعني شقد ما راح نبقى ونعيد بهذا الحكي وهذا الكلام ما راح يفيد، لانه ما تتخيلون شقد عندنا حب لكم. وهاي السفرة لكم، هاي السفرة مو إلنا، هاي السفرة انتم تستاهلوها. انتم ويانا على هاي الفلوقات اليومية، ونريد نفرحكم، نساعدكم بأي طريقة، نحسسكم انه انتم ويانا. فثانك يو سو ماتش حبايبي على هاي الاجواء الجميلة في موناكو. راح انهي اول فلوق، راح انهي هذا الفلوق حبايبي. فتصبحون على الف 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 خير. اموت عليكم. See you.